والله يا طارق، زي ما قلت انت الان يعني هو الوضع بقى مشبث يعني. فزي ما قلت مدرس الخيري بقول كلام، والدكتور من الزمل طبعا ابو القاسم حذر الاتحاد من التدخل، لانه نادي المريخ نادي مستقل يعني، ما عنده مشهد كره القدم، عنده كل المناشط. فانه في ناس بينسبوا انه الشرعيه مثلا بتاعت حازم انتخبت باهل المريخ، يكفي انها يا طارق شهدت يعني اكبر جمعيه عموميه في حدائق المورا ده في 4 سبتمبر، فده كان اجتمع فيها كل اهل المريخ، وشاهدنا يعني الصبيه والشيوخ وكل الناس كانت حضورا في الجمعية العمومية. فبالنسبة للدكتور مدرس الخير طبعا بقول ما بنستميش رعيتنا مثلا من كاس، فده طبعا هو في النهاية محق وكلامه صح، لأنه نادي المريخ نادي مستقل. لكن زي ما قلت المؤسف له يا أخ طارق إنه اليوم أصبح نادي المريخ، حتى أنا اليوم علقت في بعض الجروبات قلت لهم والله يا جماعة نادي المريخ من أمس أصبح بالنسبة لي كتشبيه أصبح كاليتيم، يعني فاقد الأبوين لا زي ما بقول. انت بتقول الان نادي المريخ يعيش فراغ اداري، أيوه لكن الجناح السوديكال او الناس اللي ماشيه مع جناح السوديكال الان المريخ لم يعيش، بيرو بانه المريخ لم يعيش طيب، فراغ اداري بحكم انه ادم سوديكال الان اصبح هو رئيس طيب الشرعي لنادي ليه المريخ. الفتره دي كلها يا اخ طارق من 4 سبتمبر لحد الان كان بيسير الدوله بالعمل في نادي المريخ من ما دي نسبيات كانت في مصر قضايا مرفوعه كابتن خضر ومن للكاس، معسكرات. نعم نعم في قضايا مرفوعه للكاس. والله يا اخي ده امر مؤسف جدا بيحصل ده يا طارق في نادي المريخ، وخاصه اليوم مقبل بعد غليل على مباراه في كاس السودان مع نادي كبير زي هلال الابيض. يعني اللي بيحصل في المريخ ده بالتاكيد هيدور على نشاط كره القدم وهيدور على اللاعبين، يعني يتمنى الناس زي ما قلت تصل لصيغه معينه وخلص الامور دي بسلميه، لانه والله اذا كان ادم سو اذا كان ولا اذا كان حازم في النهايه هم الرخاب جايين نخدم المريخ يعني. نعم احنا بس في النهايه دارين مريخنا ده زي ما يكون في القمه، وكنا ندي التقليد طبعا زي ما بقول للهلال ويكون موجود، لان عيبه الكره السودانيه من المريخ والهلال الهلال يعني نعم اكيد بالضبط. نعم بكل